إذا نركز ونقول هنالك يومين، يوم قيامة سيكون فيه دمار الأرض ويوم آخر للبعث والحساب، بينهما الزمن متوقف تماما. لماذا؟ الكافر ماذا سيقول يوم البعث؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، راقد ومرتاح. يأتي الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذا كان الكافر راقد ومرتاح، ما بالكم في المؤمن؟ لكن كيف سنفسر ما ورد في سورة غافر؟ قوله تعالى عن الفراعنة النار يعرضون عليها غدوا وعشية. يجب أن نميز فعلا بشكل طريف بين من يعرض على من. حينما يذهب الزبون إلى السوق، هل الزبون يعرض على البضاعة أم البضاعة تعرض على الزبون؟ الله يقول سبحانه وتعالى بسورة الكهف وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، لكن قال النار يعرضون عليها. إذن هناك فرق بين أن الفراعنة يعرضون وبين أن تعرض النار عليهم. الجواب واضح تماما، الله سبحانه وتعالى يوضح الآن للنار من هم الذين سيأتون إليها. مثل ما وعد الكافرين بالنار وعد النار بالكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، فكيف سيراها الكافر آلاف السنين ثم الله يقول سوف تعرض عليه للمرة الأولى يوم البعث؟ يومئذ للكافرين عرضا. لماذا؟ لأن النار حاليا غير مسعرة. قال تعالى صراحة في سورة التكوير وإذا الجحيم سعرت، معنى ذلك أنها حاليا غير مسعرة أصلا. الميت عنده الزمن متوقف تماما. السبب في هذه الآية الكريمة العجيبة، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أحييتنا اثنتين واضحة، حياة دنيا وحياة آخرة، لكن كيف أمتنا اثنتين؟ الجواب واضح تماما في سورة البقرة، كنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن فعلا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. كلنا قبل 100 سنة، 200 سنة، قبل 500 سنة أين كنا؟ لم نكن في عالم العدم، كنا أموات حقيقيين، فلم نشعر بالأحداث الماضية، لم نشعر بطوفان نوح، لم نشعر بقوم عاد. إذن كنتم أموات، فالموت القادم إلينا ليس ظاهرة جديدة، كنا فيه، عشناه في السابق، إذن علينا ألا نخاف منه. ويقولها صراحة عن يوم الحساب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن واضح أن الزمن متوقف وبدون أي إحساس، لقوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون. الزمن بالنسبة لنا متوقف تماما، والدليل على ذلك هنالك لغط، أن يعني يظن الناس أن اليوم هو يوم واحد. يكون الله يتحدث عن أمور تحدث في الدنيا، ينتقل مباشرة لأن الزمن صفر إلى أحداث سوف تحدث في الآخرة، لكن استمرار الأحداث نظن أن الأحداث مستمرة في ذات اليوم. والدليل على ذلك من سورة ياسين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يبيع ويشتري وذاهب إلى عمله، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. تابع فورا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نلاحظ أنه لم يتحدث عن أي زمن بين الحدثين. مثال آخر، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وكأنه مات قبل لحظات. إذن يعطينا الآيات أن الزمن متوقف تماما. والقارئ لهذه الآيات الكريمة يظن أن الأحداث قد حصلت في يوم واحد، بينما هي حصلت في يومين مختلفين. حياة البرزخ، لا يوجد ما يسمى حياة داخل البرزخ. لماذا؟ البرزخ في القرآن الكريم يعني الحاجز الخفيف. قال تعالى بسورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، حاجز خفيف يفصل الماء العذب عن الماء المالح، إذن بينهما برزخ. القرآن الكريم يقولها صراحة في سورة المؤمنون الآية رقم 100،
قال تعالى: ومن ورائهم برزخ. فالحاجز أصبح وراءهم وليسوا هم داخل البرزخ. إذن البرزخ هو حاجز يفصل الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة. متى ما عبر الإنسان هذا البرزخ أصبح خلف البرزخ، وأصبح البرزخ في الجهة الأخرى. شوف، هي المسألة متعلقة بمبدأ. أول شيء مبادئ بسيطة جدا. إذا القرآن قال شيء وجاء حديث يخالف القرآن، أو فهمنا أنه يخالف القرآن، ماذا سنقدم؟ القرآن. إنه لازم نسأل نفسنا سؤال مهم. ربنا عادل، ده مش سؤال، ده حقيقة. طيب ربنا العادل هيعاقبك قبل ما يحاسبك؟ لا. يعني تخش القبر فتجد نفسك الثعبان الأقرع يطلع لك، يحصل لك عذاب للقبر أو نعيمه بدون حساب؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن في يوم حساب، ما قالش إن في يومين. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش في يومين، قال في يوم واحد للحساب، اللي هو يوم القيامة. مفيش ملكين بقى، الكلام ده بقى كلام برضو من اللي هو تتملك فكرة الناس وتروج لعذاب القبر، وعايز تطلع لها حاجات كلها خارج المنطق. ملكين ايه اللي هيحاسبوك؟ هو مين اللي بيحاسب، ربنا ولا الملائكه؟ هو ربنا هينتدب الملائكه لحساب الانسان؟ هو ربنا هيديهم توكيل يحاسبونا؟ ربنا هو اللي بيحاسب. طيب مش بيحاسبوهم، بيسالوهم مين، يسالوهم وخلاص. ما ده حساب، ما ده حساب. يعني يسالوهم ويعذبوهم ويطلع ينهق ويتعذب، والنار تشتعل في القبر ويعيش في الرعب ده. ده فضل على انه ميت اصلا، هو ميت اصلا بالمناسبه يا جماعه. لكن العذاب ده كله معناه عذاب، معناه انه الراجل بيتعذب، او نعيم معناه انه الراجل بينعم، اولا بيحس ويشعر ثم بيحاسب. بيحاسب ازاي؟ بيعذب من قبل ما يحاسب. احنا طب يوم القيامه ازاي يفر المرء من ابيه؟ ازاي هيحصل حاله الرعب والذعر ساعه نفخ في الصور ده، اذا كنت انت عارف اصلا وانت في القبر يا رسي عليه اتعذبت فعارف انك رايح النار، يعني نعمت فبتعرف راح النعيم باذن الله الجنه. قال له اللي انا بقول انه مفيش عذاب قبر ده مش كلام انا وبس، مش كلام انا اللي هو ألهمت به، ده كلام الائمه والفقهاء، كلام الامام ابن حزم احد اهم الفقهاء في التاريخ الاسلامي، كلام كثير من المعتزله فرقة إسلامية محترمة ومشغلة مخها طول الوقت.